مسعاه للتشبث بفرصته شبه المستحيلة لبلوغ نهائيات النسخة رقم 30 لكأس الأمم الإفريقية، يأمل منتخب مصر في اقتناص الفوز والنقاط الثلاث في مواجهة شقيقه التونسي في الكلاسيكو العربي الذي يشهده ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير الساحلية بعد قليل. يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم وفي رصيده 6 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة، وسيكون فوزه على نصور قرطاج طريقه للدخول في حسبة بيرما وانتزاع بطاقة التأهل كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث في المجموعات السبعة. أما منتخب تونس فيلعب اللقاء بأعصاب أهدأ بعد أن ضمن بطاقة التأهل الأولى عن هذه المجموعة عقب تعادله خارج أرضه مع منتخب بوتسوانا في الجولة الماضية ووصوله للنقطة في 11 في مقعد الصدارة. كان لقاء الجولة الثانية الذي شهده ملعب الكلية الحربية في 15 من سبتمبر الماضي قد انتهى بتفوق عناصر المدرب البلجيكي جورج ويلكنز بهدف سجله فخر الدين بن يوسف مهاجم الصفاقس الصاعد. ورغم اختلاف ظروف المنتخبين أبدى كلا المديرين الفنيين رغبته في الفوز بها، حيث تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر فور وصوله تونس عن تمسكه بالأمل الضعيف في بلوغ النهائيات بحسم هذه المواجهة والوصول للنقطة التاسعة على أمل أن تخدمه نتائج منافسيه على بطاقة أفضل الثوالث في المجموعات الأخرى. من جانبه أكد ليكنز مدرب المنتخب التونسي أن ضمان منتخب تونس التأهل لا يعني أن فريقه سيخوض اللقاء بتساهل أو سيتخلى عن الجدية والصرامة التي تميز بها أداء الفريق منذ تسلم المهمة بداية إبريل الماضي، وأنه يطمح في تحقيق فوز رابع والحفاظ على سجله خاليا من أي خسارة للحفاظ على المركز الأول في المجموعة الصعبة من ناحية، ومنح عناصره ثقة قبل خوض غمار النهائيات مطلع العام القادم من ناحية أخرى. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، عايز اقول لكم وانا برحب بضيوف الاعزاء نجمنا الكبير كابتن ايمن يونس. منور يا كابتن ايمن. اهلا بيك كابتن شوير. نجمنا الجميل كابتن خالد بيبو. منور يا كابتن خالد. اهلا بيك كابتن شوير. عايز اقول لكم ان احنا قدامنا دلوقتي مباراه السودان والكونغو، مدرجات شبه خاليه، ملعب تقريبا ترتان حسب ما انا شايف. مظبوط. كره يعني ما بتنزلش على الارض معظم الوقت، السودان باللبس الاحمر والكونغو باللبس الابيض. مباراة تعاونية يعني ما فيش فيها اداء حلو. يعني زي ما انت شايف كده يا كابتن ايمن، عايزين نعرف وقتها قد ايه مش باين قدامنا، فاضل فيها قد ايه حسب اللي قدامي انا هنا يا كابتن ولا هنا مش موجود؟ حسب اللي قدامي انا، انت مثلا بتلعب في الدقيقة 41 42 من الشوط الاول، يعني لسه بدري. يعني اقول لك بس النتائج يا كابتن، انه خلاص مالي نقول لها مبروك تأهلت، كسبت الجزائر 2-0، فاضل لها 7 دقايق. اثيوبيا تعادلت مع ملاوي فاضل لها 7-8 دقائق. غينيا كسبت اوغندا او كسبانه فاضل 7-8 دقائق. غانا خلاص عدت كسبانه توجو 3-1. نيجر خسران على ارضها من موزمبيق 1-0. زامبيا كسبانه 1-0. زامبيا كسبانه كاب فيردي 1-0. نيجيريا متعادله مع جنوب افريقيا بدون اهداف، والسودان زي ما احنا شايفين كده قدامنا متعادله مع الكونغو. طب النتائج المرتبطه بينا ما بس دي الكونغو والسودان خلاص ما فيش غير دور خلاص. ده الكونغو السودان اللي فاضل مرتبط نتيجه 0-0. والمباراه الاولانيه الكونغو، الثانيه كسبت سيراليون 3-1. كسبت سيراليون 3-1، وبالتالي اصبح لزاما على المنتخب المصري انه يفوز بهدفين عشان يتاهل. نعم. خالد قمر هيلعب اساسي النهارده، جات لنا معلومه ان خالد قمر اساسي. هنجيب التشكيل بالكامل. اتفضل يا كابتن ايمن. لا احنا بس النتائج دي يعني 2-0. طب ناخد تشكيل مصر. يلا قول يا عم عظيمه. مش عظيمه، مش انت الاخراج وهم الاعداد. طيب الحضري، رحيل، محمد نجيب، علي جبر، المحمدي، احمد فتحي، حسام غالي، النني، وليد سليمان، محمد صلاح،
خالد قمر. يبقى تشكيل منتخب مصر ظهرت الرؤية: عصام الحضري حارس المرمى، قدامه رباعي احمد المحمدي، محمد نجيب، علي جبر، صبري رحيل، قدامهم احمد فتحي، يمينه وشماله حسام غالي والنني، يمينهم وشمالهم محمد صلاح وليد سليمان، وراس حربة منتخب مصر خالد قمر. شوف بقى التغييرات عن الماتش اللي فات: عندنا الحضري، عندنا المحمدي، عندنا حسام غالي، عندنا خالد قمر. طيب ناخد زميلنا احمد عويس من الملعب يقول لنا ايه اللي بيحصل هناك. مساء الخير يا ابو حميد. مساء الخير يا كابتن احمد، وعلى حضرتك وعلى كابتن ايمن يونس وصديق العزيز خالد بيبو. بيمس عليك هما الاثنين. قول لي يا سيدي. التشكيل اعلنه كابتن شاوي من شويه للصفين المصريين بس. زي ما قلت لك كابتن في الثلاث ايام اللي فاتوا كنت معاك تقريبا كل يوم. التغيير هيبقى في لاعب مركز او اثنين، وفعلا ده اللي حصل. دخل احمد المحمدي في مركز ظهير الايمن، ودخل فتحي في مركز لاعب الوسط، ودخل غالي مكان تريزيجيه، ودخل قمر غالي بدل من عماد متعب. نعم. تشكيله بقى كامله على بعضها: عصام الحضري في حراسه المرمى، ظهير ايمن احمد المحمدي، ظهير ايسر صابر رحيل، قلبي دفاع محمد نجيب وعلي جبر، ثلاثي وسط الملعب حسام غالي احمد فتحي ومحمد النني، قدام وليد سليمان ومحمد صلاح، وقدامهم راس حربه وحيد خالد قمر. بس خلينا نقول يا كابتن، ودي مفارقه غريبه جدا، ان الكابتن شاوي لعب بنفس الثلاثه اللي بدا بيهم مباراه تونس الاولى في القاهره، واللي تسببوا في الهدف الاول لفخر الدين بن يوسف. نفس الثلاثه اللي كان في عمق غايب جدا بينهم، يعني الثلاثه اللي كانوا عاملين ازمه لعبهم زي بعض. فربنا يستر وما يحصلش اللي حصل في المباراه اللي فاتت يحصل النهارده، ونتمنى ان ربنا يكرمنا. الجماهير التونسيه زي ما قلت لك برده يا كابتن امبارح، عدد الجماهير قليل جدا، لا يتعدى حتى الان 2000 او 3000 متفرج. بس خلي بالك جماهير تونس يا احمد بتيجي في الوقت الاخير، يعني مش هم عندهم الطابع الاوروبي شويه، فما بيجوش بدري زينا يعني. بس اللي موجود قدامي هو الحركة، هو مدرج واحد للدرجه الثالثه اللي متواجد، او الدرجه اللي قدام المقصوره، او اللي قدام المدرج بتاعنا ربعه تقريبا هو اللي مليان، ولسه حتى الان واضح انه الجمهور برضه مش هيبقى كتير. طيب. المنتخب التونسي وصل من من حوالي ربع ساعه، واللعيبه موجودين واقفين في ارض الملعب بيتمشوا بيدوسوا النجيله. المنتخب المصري لم يصل ارض الملعب حتى الان. كابتن شاوي غريب خلص المحاضره الساعه 7:45، واعتقد بيتحركوا جايين لارض الملعب. كلنا قلنا للجهاز الفني على نتيجه الكونغو 3-1، وان احنا بقينا مطالبين ان احنا نكسب بهدفين، واعتقد ان دي فيها صعوبه، لان المنتخب التونسي خمس مباريات يا كابتن دخل في مرمى هدف واحد في اول ربع ساعه في ماتش بوتسوانا. بعد كده بقيه المباريات ما دخلش في مرمى ولا هدف، فاعتقد ان في صعوبه. لكن فاجئ الجميع وما عملش تغييرات كتيره في التشكيل، عمل تغيير او اتنين تقريبا، ودي كانت غيابات رجعت، يعني مش تغييرات في التشكيل ده. وهاب الخزري وفخر الدين بن يوسف على راسهم يعني. بالظبط، ودول كانوا غيابات، يعني دول كانوا اساسا من النجوم الاساسيه للفريق، يعني كانوا مصابين ورجعهم. بيضيفوا الفريق مش بيقللوا منه. طيب احمد، المباراه 9 ولا 9 وربع؟ 9 وربع اللي بلغونا الاتحاد التونسي امبارح، واللي بلغونا كل الناس 9 وربع. اعتقد انه كمان لسه اللعيبه ما نزلتش تسخن، فاحنا داخلين على الساعه 7، اعتقد انه 9 وربع. بس لو في جديد هبلغ حضرتك او هبلغ وليد عبد السلام انه في تغيير. طيب في معنى انه ليكنز بيلعب بالتشكيله الاساسيه بالكامل، معناه ايه؟ معناه انه قال لهم ليكنز ما بيهزرش، قال سنحتفل بالتاهل في ملعب المونستير بالفوز على المنتخب المصري. طبعا الاشقاء التوانسه زينا بيجاملونا طول الوقت، انما لكن هيطالب لعيبته بالفوز، لان فريق لعب خمس مباريات اتعادل في مباراتين وكسب ثلاثه، لازم ينهي سجله نظيف. لو المنتخب المصري قدر النهارده يعمل معجزه ويخطف الفوز بهدفين، ومباراه تونس ومباراه السودان والكونغو انتهت في مصلحتنا وخطفنا التاهل من هنا، هيبقى اكتر فريق فرحان بتاهله هو المنتخب المصري مش المنتخب التونسي، واللي هيحتفل ملعب المنتخب المصري بتاعهم تونس. يا رب تكمل الامور للاخر وتحقق المعجزه ونعبر من الباب الضيق زي ما بيقولوا، ونقدر نحقق مفاجاه هتسعد كل المصريين في وقت صعب. وقع نتيجه الكونغو وسيراليون على الجهاز. في تفاؤل، التفاؤل بيزيد. وخلينا نقول هم الماتش لو 8 وربع هم هيدخلوا وهم في ايديهم كل، يعني الجهاز الفني المنتخب مصر هيدخل المباراه وهو عارف هو عايز انها ايه. يعني ربنا يقدر. والسودان اللي انا على ما سمعته لا مش على ما سمعته، انا اقول لك اللي قدامي ان الشوط الاولاني انتهى بالتعادل بدون اهداف، مباراه بلا فرص تقريبا، وانه الفرصه الاقرب كانت لفريق السودان في
في منتصف الشوط الاول وفريق الكونغو الملعب سيء جدا ترتان وسيء جدا جدا للغايه. انت عارف في اصلاحات في الملاعب السودانيه وبالتالي بيلعبوا على الملعب ده جمهور تقريبا لا يتعدى 4000 متفرج. لا خطوره على الاطلاق على المرمئين. مباراه اشبه بتقسيمه. وكمان عايز اقول لك انه نيجيريا كمان متعادله مع كنت لسه هقول لك كابتن انه نتيجه نيجيريا 7 نقط برضو. فلو نيجيريا تعادلت او الكونغو تعادلت الاثنين في مصلحتنا ده يبقى عندك يعني امل. ده يبقى مازال عندك امل يعني. جنوب افريقيا كمان تقدمت. جنوب افريقيا تقدمت على نيجيريا 1-0 كمان. طب يعني كمان احنا كل امور في ايدينا فما بقاش عندنا حجه. لازم لعيبه المنتخب المصري ربنا يكرمهم وكل نتائج اتلعبت في مصلحتنا كده نقدم مباراه جيده. لانه يعني انت كده انت حسب النتائج النهارده ما حققناش الفوز. حسب النتائج انه لازم يبقى في وقفه كبيره مع مع حسب مع النتائج كل القائمين على كره القدم في مصر. حسب النتائج اللي قدامي انه كده انت 2-0 تصعد. ما هو ما احنا ما ده احنا حسب نتائج دلوقتي بعد 45 دقيقه قبل 45 دقيقه من نهايه مباراتي نيجيريا وجنوب افريقيا وكونغو والسودان احنا نكسب 2-0 نتأهل. بالزبط. يعني خلاص الكره بقت في ايدينا ايا يعني كانت بقى نتيجه الكونغو بقت تكسب. وانت عندك دوافع كمان يا كابتن. المنتخب التونسي رغم انه جاي وبيحتفل بس ما عندوش دوافع يعني هيلعب المباراه للشهره زي ما بيقولوا. ده في خطوره كبيره علينا وفي سهوله علينا. لو احنا سهلنا الماتش على نفسنا ممكن نكسب. طيب انا عايز اقول لك بس بقيه النتائج تعرف انا وجهه نظري كانت انا خايف من خط الوسط. طيب بصرف النظر عن خوفك مالي خلاص صعدت بعد فوزها على الجزائر 2-0. غينيا صعدت بعد فوزها على اوغندا 2-0. غانا صعدت بعد فوزها على توجو 1-0 3-1. زامبيا اتاكدت صعودها ملاوي ملاوي 0-0 0-0 خلاص 0-0 0-0. طب احنا كده خلاص بننتظر المجموعه مجموعه نيجيريا جنوب افريقيا السودان الكونغو هي اللي تتبقى لنا صح؟ انا اعتقد ان جنوب افريقيا مش هتطلع خسرانه في هذا اللقاء. هنبلغك بالنتائج وانت تبلغنا بالاحداث اللي عندك اول باول. انا معاك يا كابتن طول الوقت اول باول مع حضرتك وتحياتي تاني للاصدقاء هذا كابتن ايمن يونس كابتن خالد بيه بيمسوا عليك بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن. اذا انت دلوقتي خلاص انت مش خلاص ما اقدرش اقول خلاص لكنه بعد خمسه لازم تكسب لازم تكسب 2-0 تمام. كل دي لوازم مرهقه جدا يعني كلمه حاله التفاؤل اللي موجوده وبتاع بالعكس التفاؤل انا بدي لك الواقع. لا هم هناك بيقولوا هو بيقول ان في حاله تفاؤل عند المنتخب ان ايه النتائج حلوه قوي. حاله التفاؤل حاله التفاؤل دي مرتبطه بخيال ولا بواقع؟ انا عايز اسالك بقى بحس لعيب الكوره انت لما تنزل مباراه وفريق عادي يعني فريق تونسي مع كل احترام برافو عليك فريق عادي برافو عليك وعارف انك 2-0 مش تسعدك تسعد شعب بالكامل هل تقدر يبقى عندك الروح والاصرار وبين ظفرين على راي اخواننا العرب التكتيك انك تقدر تفوز 2-0 زي نفس السيديهية اللي نزلنا بيها ماتش السنغال النهارده مع الفارق ان طبعا ان تونس اقل قوه من السنغال بس النهارده تونس كسباك في مصر وبتلعب على ارضها لا وهتلعب بالطريقه اللي بتريحها اللي لعبت بيها مع السنغال في نص ملعبها كتير وبيلعبوا هجمات مرتده على المساحات الكتير اللي بيلعبوا بيها بيستخدموا كويس قوي الكرات الثابته الكورنر الفاولات الجانبيه بيستغلوها كويس قوي عندهم اطوال مميزه في المناطق الحساسه سواء الدفاعيه او الهجوميه هتضطر تلعب كور عاليه كالعاده هيتم السيطره عليها وانت مالكش اي وجود في المباراه هتلعب على الارض هتفكر ازاي هل شوقي غريب حضر كويس ما هو المشكله مش بتيجي من اللاعب المشكله بتيجي من المدير الفني هل المدير الفني قاري فرقه تونس كويس هل استكشف نقط الضعف بتاعها كويس يعني يعني مثلا طرفين الملعب الباك اليمين والباك الشمال ما يخوفوش حد يعني سواء المعلول او حمزه الاثنين ما بيعملكش مشاكل ولا بيهاجموا ولا بتاع متحفظين جدا دفاعيه ويعني خطواتهم محسوبه في الملعب لكن نص الملعب بتاع تونس نص ملعب ذكي مش متفوق مش نص ملعب قوي بس لكن نص ملعب ذكي ذكي يعني ايه يعني بيلعب بطريقه المدرب بتاعهم لكانز او جورج ده جورج اللي هو بيلعب بمنتهى التحفظ في نص ملعبه رقابه على المساحات قبل ما يعمل رقابه على الافراد وبعد كده بيستغل اخطاء الخصم حتى
تونس في كل ماتشاتها كابتن شوبير يا كابتن بيبو غير مقنعه. يعني ما عندهاش اداء جميل يعني قدام بوتسوانا قعدت اتفرج قلت بقى يعني تونس هتاكل بوتسوانا. لا 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 المباراه هزليه بس المباراه بوتسوانا بالتحديد يعني ايه اللي هو ما خف حمله وغلى ثمنه. انا عايز انا بتكلم على الملعب انا عايز تعادل خدت التعادل اللي وصلني حلو قوي. نعم. ما كان المفروض تكسب يعني انت يعني انا عايز اقول ايه الفروقات مش كبيره قوي في تونس. الفروقات في تونس فروقات مدرب مش فروقات لعيب مع ان الاعلام التونسي هار المدرب. طب انا عايز اقول لك رغم تاهله لا لعيبه امكانياتها او ادائها في المباريات محدود جدا لكن ذكاء المدرب في التعامل مع المباريات ازاي بيتعامل مع الخصم ازاي بيقفل قوه الخصم يعني اتفرج على تونس لما لعبت السنغال رغم ان هم اتغلبوا في الدقيقه 93 من ضربه ثابته وبالخطفه لكن الواد اللعيب اللي اسمه ماني نمره 10 بتاع السنغال ظهوره كان في ماتش تونس عامل ازاي وظهوره في ماتش عامل ازاي هو معروف ان هو مصدر قوه وهو البلاي ميكر الكبير قوي بتاع السنغال. هم اذكياء قوي في عمليه التعامل الدفاعي اذكياء قوي في عمليه اختيار الشكل الهجمات وبعدين الدعم. يعني عايز اقول لك ايه يا شوبير لما بيلاقوا هجمه فيها اتنين تلاتة بس بيبقوا محرسين لكن تونس بتعرف تهاجم بسبع لعيبة وبست لعيبة وتعرف تدافع بتسع لعيبة دي قدرات وده اللي عامله بقى جورج لكنز اللي هو حتى الاخواننا التوانسة مش فاهمينه عاملها حاجة حلوة قوي. المسافات بين الخطوط بتاعته يا كابتن شوبير ضيقة جدا على الصفات الدولية او الصفات الاوروبية يعني من الراس الحربة للسردباك عندهم 50 متر بحد اقصى ووصلوا 40 متر في ماتش السنغال لكن سيادتك لما كنت بتلعب في ماتش السنغال انت عارف حضرتك ان انت كنت بتلعب على الملعب كله مع فرقه بتمتلك سرعات مع فرقه بتمتلك قدرات بتمتلك اطوال بتمتلك بدنيات مع السنغال هناك على الملعب كله مع السنغال هنا على الملعب يا سلام عليك وانت طاقتك ايه وبدنياتك ايه انت ولا شمشون ولا تمت العالم اي حاجه ولا عندك المهارات اللي في الملعب اللي تقدر تحميك سواء الفرديه او حتى الجماعيه. يعني هل يعقل ان المنتخب المصري يصل بيه الحال ان ما يرهقش حارس مرمى السنغال في حاجه؟ يعني الراجل لم يختبر يا شوبير ولا تونس ولا تونس لم يختبر انت عندك لا انت عندك انت تونس يعني خلي ذاكرتنا ترجعنا لورا شويه ما اعرفش عظيم يقدر يدخل لنا حاجه ولا لا لكن يرجعك ورا فرصه خالد قمر انفراد كان كام بس ما اختبرش انا مش بتكلم على اختبار يعني اقصد محاولات الوصول كابتن ايمن حسني عبد الرب حسني عبد الرب كانت محاوله وصول يعني اقصد حتى المحاولات هل المحاولات دي بقى هو احنا عشان بقى نبقى احنا قناة تتميز بالواقعية ده لما بنيجي ننقد مدير فني ما بنتكلمش عن النتيجة يا كابتن احنا بتبقى احكامنا كناس فنيين بتبقى مرتبطة بواقع اداء ما انا ممكن اكسب 2 3 وارجع اقول الاداء غير مقبول مزبوط. لكن احنا مرتبطين بالاداء يعني الناس اللي بتهلل او بتطبل لمجرد الفوز وبتطلع المدافع الرشاشة في ساعة الهزيمة ده كلام مش بتاعنا انا راجل بقيم المدير الفني شوقي غريب وقيموا انتوا المشاهدين بتوعنا يقيموا هل عارف ينتقي احسن ناس؟ واحد هل عرف يقرا الفريق المنافس ويتعامل مع نقط الضعف والقوه اللي فيه؟ اثنين هل عرف يستغل القدرات الجماعيه والفرديه للعيبه المصريين في ان هم يظهرهم باقصى قوتهم؟ ثلاثه هل عرف يحقق المراد من البطوله اللي بيلعبها او الهدف في البطوله اللي بيلعبها؟ اربعه الناس هي اللي تجاوب مش احنا يعني دي حاجات سهله لكن احنا بنقيم المدير الفني مش من النتيجه مش كسب ولا اتغلب يعني انا لو كان اتغلب من السنغال وهو لعب ماتش كويس كنت انا وانت وبيبو هنقول لعب ماتش كويس لكن احنا بنتكلم لما تفقد شخصيتك معالم حضورك امتيازاتك ده انا بلعب على ارضي وسط جمهور دي امتيازات ما بتتكررش ما نقعدش بقى نتكلم كتير انت لما تفقد كل ده وفي نفس الوقت تفقد الصفه او الشخصيه الرسميه بتاعتك لمنتخب مصر فرصه خالد قمر في تونس اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه خالد قمر كره تانية يعني ما تضيعش في تيجي يا شوبير تفكر طب انا النهارده شوبير ابتدى العنوان هنقدر نكسب 2-0 او لازم نكسب 2-0 عشان نعدي طيب بقى ماتش مين؟ لعيبه بنسبه 30-40% مدير فني بنسبه 50-60% هل هيحضر ازاي؟ وهيدرب ازاي؟ وهيوظف ازاي؟ وهيستغل مهارات اللعيبه ازاي؟ كل ده مدير فني، مدير فني يا شباب مش بيختار 11 بينزلوا. امبارح كان في حوار مع احدى القنوات حوالي ساعه الحقيقه. انا ما يهمنيش ده احنا شوقي غريب حبيبي وحبيبنا واخونا وحبيبك واخوك وحبيب بيبو ده شغل حاجه وشغل حاجه ده سمعه بلد وحقيقه بلد في الكوره احنا عظماء افريقيا يا شوبير. انت بتتكلم على مصر دي اعظم عظماء افريقيا في كره القدم فاحنا بنقيسها من هذا المنظور هل شوقي غريب هيفهم ازاي يتعامل النهارده عنده فرقه مقبوله انها تتغلب اطراف الملعب بتاعتها محدوده
جدا العمق بتاعها. حتى كمان فخر الدين بن يوسف هو اميز اللعيبه بتاعتهم اللي هو الراجل راس حربه هو اللي جاب فيك الجون الاولاني، وبرضه يا ريت عظيمه يعيده لنا الجون الاولاني اللي جابه فخر الدين بن يوسف عشان نشوف السذاجه اللي في المنطقه حصلت ساعتها في الهدف اللي جاب. لكن النهارده الشخاوي وحمزه بن يونس اللي هم الاثنين اللي بيجوا من جنبه ما يخوفوش، يعني في عرف الكره التونسيه ما يخوفوش، يعني المساكني مش موجود اللي هو يعني ابرز المهمين، والشرميتي مش موجود، يعني دول برضه يعني اخطر كانوا اثنين في الفريق التونسي بيجوا من ورا فخر الدين بن يوسف، دول اثنين مش موجودين، بيدي تجربه، هم ما عندهمش غير لعيب واحد في نص كيف. الملعب الهدف يعني الهدف بص كله بيبص على الكوره، واحد بيزق كوره بالوسط بتاع زمان دي، واحد بيحط كوره يعني دفاع تبع دفاعات مراكز الشباب مش ده منتخب مصر اللي هو المنتخب لما يدافع ده منتخب مصر في حاجه اسمها تسلسل دفاعي في منطقه نص الملعب، هتضغط وتقطع ازاي، والتغطيه تبقى في المنطقه الخلفيه ازاي. الوعي والثقافه كانت في ادناها في هذه المباراه، فاقل ظهور دفاعي كان للمنتخب المصري. عايز ايه من المباراه يا شوبير؟ عايز اكسب 2-0. طيب هل محضر سيناريو ل 90 دقيقه؟ هل مجهز لعيبتك ولا نازل تلعب والله زمان يا سريع عندنا فرصه وابطال يا رجاله ويلا بينا؟ هل هتقنع اللعيبه ازاي تكسب فرقه تونس؟ هل هتظهر الثغرات؟ هل هتقدر تدي ملاحظات تطفي شيء من القوه على المنتخب المصري هجوميا؟ هل الاخطاء سواء الفرديه اللي شفناها في ماتش السنغال، كل لعيب بتجيله الكره مش لاقي حد يبصيله، متهته مش شايف قدامه، كل لعيب ما بيظهرش للتاني، مش بس اللي معاه الكره والتاني ما بيظهرلوش، هل الاخطاء دي هيتلافوها؟ الفرديه اللي حصلت اللي شفناها نتيجه غياب الوعي. شوبير انت ما بتستغلش كورنر ولا فاول، الاطوال بتاعتك في المناطق الخطوره سواء الدفاعيه او الهجوميه كوميديه، يعني كوميديه، يعني ما فيش كره عرضيه بتاخدها هجوميا، والكور الدفاعيه انت حاطط ايدك على، احنا بنقعد هنا في الاستوديو ورجعنا تاني لطريقه زمان ايدينا على قلبنا وخشيناهم فهم يبصرون، ما ملهاش حل. يعني احنا رجعنا تاني للاختيارات، هل دي اميز اختيارات؟ انا كل ده برجعك ازاي احنا بنقيم المدير الفني؟ هل دي ابرز العناصر؟ هل كان في عناصر تانيه تدي شيء من القوه والشخصيه؟ هل منتخب مصر محتاج اداء تاني وشخصيه تانيه؟ كله حتى لو كسبت 2-0 النهارده هتبقى صدفه، لكن انت مؤهلاتك النهارده هنقول هارد لك وخرجنا واتغلبنا برضو من تونس في تونس، او اتعادلنا على 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 احسن تقدير في ظل الواقع ان تونس مش فريق جامد، لكن في الاخر احنا بنعاني ان احنا لازم نكسب 2-0. بص يعني حاجات كلها ده البدايه يعني، خلي بالك فندم ده البدايه، ده اول لحظه في المباراه، اول لحظه في المباراه يعني بص ضيوف عمل فيك ايه الاشتراك ازاي. انا معلش خش يا بيبو في الحوار، لكن يعني انا مش عايز نتفائل قوي صحيح. علشان ما نظلمش تاني الشعب المصري ونقول 2-0 وقريبه وحلوه وزي ما انت ابتديت تقدروا تسعدوا 90 مليون، هل دول قادرين على اسعاد 90 مليون؟ هل الجهاز الفني، طب حاجة كمان بقى في التقييم، الجهاز الفني وعلاقته ببعض، حاجة كمان الجهاز الفني وعلاقته بالجهاز الطبي، الجهاز الفني وكل دور كل واحد فيهم، أنا ما بحسهاش. يعني أنت معاك جهاز فني مين؟ لا هو يعني هنتكلم فيها كتير، لا يعني أنا عايز أقول إيه؟ علاء نبيل وعبد السلام نبيل ومحمد سلام، إيه الرقابة؟ ما شفتش حد بيكتب حاجة في ماتش، ما شفتش حد بيأيد حاجة في ماتش، هتقول لي ما هم بيخرجوا بعدها بيتفرجوا، لا في تعديلات بتبقى لحظية صحيح. فورية في المباراة لازم تعملها، لازم يتم تعديل زي نص ملعب منتخب مصر صحيح. اللي فاقت شخصيته كان كلها في ماتش السنغال، هتعمل ايه في الماتش الجاي؟ اعتقد المباراة كلها عبارة عن علامات استفهام. خلينا اسأل بيبو سؤالين، تغييرات التشكيل شايف دورها ايه؟ يعني انت النهاردة حطيت أربعة جدد، فيهم واحد اضطراري وعصام الحضري، احمد المحمدي بيعود مرة أخرى، أنت مضطر أن تلعب هجومي، حسام غالي بيعود مرة أخرى، خالد قمر، دول أربع لعيبة بالإضافة إلى تغيير نوعي في الملعب وهو أحمد فتحي بيلعب في وسط الملعب بدل من مركز الظهير الأيمن. لا أنا عايز أبارك بس نجمنا رامي عاشور تأهل للدور قبل نهائي لبطولة العالم بسكواش التي تقام في الدوحة، كسب الإسباني بورجي جولان 3-2 في مباراة كانت صعبة جدا، عاشور كان بقاله 6 شهور مصاب ودي أول مباراة بعد الإصابة. ومباراة الكونغو والسودان أو السودان والكونغو ما زالت التعادل بدون اهداف، مباراه الغلبه فيها للمنتخب السوداني والفرص اكتر للسودان، لكن مباراه انا اسف يعني في اللفظ كده عفريتي، يعني اي حاجه ممكن تحصل فيها يعني ممكن يخش جوه اي حاجه يعني نعم. اتفضل يا كابتن خالد. كابتن في البدايه انا مش لاقي مبرر
لكميه التصريحات من ساعه المباراه الاخيره لغايه امبارح بالليل. نعم. من الواضح، طب هو اجهاز فني ومجلس اداره واللاعبين، مجلس اداره الاتحاد واللاعبين كانوا عايزين يوصلوا ايه للناس؟ يعني من كميه التصريحات الغريبه اللي خرجت، كل الناس اتكلمت، يعني مفيش حد في المنتخب ولا في الجهاز ولا في في اتحاد الكوره الا لما اتكلم، وكانوا مشغلين دماغهم في الفتره الاخيره ان هم يردوا. وزي ما يكون احنا كنا مستنيين مثلا ايه، الناس كانت بتهاجم المنتخب وهو يعني كويس جدا، واحنا يعني الناس بتهاجمه وهم بيردوا على الهجوم ده. لا مش عارف انا يعني ايه المبرر ان الاقي طبعا المهندس حسن فريد عمال بيصرح ولقاءات ومصر ان هو يعمل لقاءات، الكابتن شوقي غريب اللقاء المطول بالامس بيرد على الناس، بيرد على الشعب المصري، مش عارف طب بيرد على الشعب المصري في احنا عايزين اداء، احنا بنتكلم على اداء اللاعبين، ما حدش بينتقد الكابتن شوقي غريب عشان الكابتن شوقي غريب، زي ما احنا قلنا ان احنا كلنا نفسنا ان الكابتن شوقي غريب ينجح، كلنا نفسنا ان منتخب مصر يكسب، كلنا نفسنا ان الكره ترجع تاني احسن مما كانت، يعني مش بغض النظر بقى عن مين اللي بياخدها، كابتن شوقي غريب، استاذ جمال علام، مش هي دي قصتنا. التصريحات الغريبه من احمد المحمدي ان اللي ينتقدني يكون كذا وكذا وكذا، بيحط شروط كمان للانتقاد. محمد صلاح بيتكلم، ايه كميه الـ 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 التصريحات اللي خرجت من اللعيبه ومن الجهاز ومن مجلس اداره في التوقيت ده ليه؟ وانا يعني ما كانش في داعي لكل الكلام ده، طبيعي جدا ان انت بتلعب مباريات وادائك مش جيد، اداء طبيعي جدا ان كل الناس هتتكلم، وكل الناس لازم ان هي تتكلم ومن حقها انها تتكلم لان انت ما كنتش كويس في الماتش، انما خروج التصريحات بالكميات الكبيره دي والموجهه وان انا ارد وقبل المباراه دي انا كنتش يعني مستغربها يعني انت من انصار يردوا في الملعب في الملعب انت بترد عليا ليه؟ يعني انت عايز توصل لي ايه؟ يعني كل اللي اتكلم ده عايز يوصل لي ايه؟ يعني حتى الكابتن احمد حسن اتكلم، كل ما فيش حد يتكلم، الموضوع مش كلام، الموضوع لعب بس. ايه الاصرار ده ان انا ارد في التوقيت ده؟ يعني انا حاجه لاحظتها وقعدت مركز، يعني كنت عايز اعرف، يعني عايز اعرف من الاخر هم عايزين يوصلوا ايه؟ يعني انت لما بتيجي ترد في اوقات بيبقى عندك رساله عايز توصلها للناس، انما حسيت ان كله رايح في رد ان لا ان ما حدش انتقدني، اللي يتكلم عليا ده مش كويس، لاعب دولي، لاعب مش عارف ايه، يعني حسيت ان هو في ايه؟ طب ليه الردود دي؟ يعني ليه الكلام ده؟ طب انتوا كنتوا ساكتين الفتره اللي فاتت دي كلها، ما حدش بيتكلم، ليه في التوقيت ده كله بتقول انا ما فهمتهاش؟ هل في احساس يا بيبو حسيت انه في تجني عليهم؟ يعني هم بيحاولوا يبرزوا ان في تجني عليهم وفي ناس قصده تعمل فيهم كده؟ طبيعي يعني يا كابتن، يعني احنا الحمد لله كلنا لعبنا كوره ومرينا مواقف صعبه، دايما لما انت بتكون وحش ما بتتكلمش، بتقعد مستني لغايه اما تبقى كويس، وبعدين يعني لو ما بتضايق حتى بتطلعها بعتاب، يعني حتى لما تيجي تتكلم والله يا جماعه يعني انتوا يعني دوستوا عليا في توقيت انا كنت محتاجكم جنبي، انما الرد كان رد يعني حتى ما تحسش ان هو يعني ايه واحد قوي بيرد، لا ده انا يعني ايه انا بحسسك انك قوي بس انا مش قوي، يعني انا يعني هو ما حدش طالب، يعني ما حدش يعني هو قوي لسان مش قوي لعب، يعني ما حدش عايز حاجه من محمدي وما حدش عايز حاجه من محمد صلاح، كلنا عايزين هم يبقوا كويسين. يمكن نحس النهارده يا رب. لا والله ما بحبش، خاصة بعد المباراة اللي أنا بشوفها قدام الكونغو والسودان، أي حد يعني ما فيش مباراة الحقيقة، يعني منتخب الكونغولي متواضع جدا جدا للغاية، يعني الأرض سيئة، ما أنا قلت أنا قلت لك إن المباراة أنا متأسف في اللفظ عفاريتي، أي حاجة ممكن تحصل، أنا ما بقولش حاجة، لكن مباراة عفاريتي يعني ما فيش حاجة، يعني مباراة الأرض وحشة جدا، ما فيش جمهور، كأنك في تقسيمة، نيجيريا خسرانة على ملعبها، شريف عبد القادر بعت لي رسالة بيقول لي المشكلة المعجزة شكلها هتحصل، يعني الفوز 2-0 على تونس، تونس ليس مستحيلا، صعبا ولكنه ليس مستحيل، لكن خلينا اكمل معاك يا بيبي، انه جهاز فني، كل القصة دلوقتي انه ما حدش هيجبني، ما حدش هينتقدني. خالد انا بتابع الصحافة العالمية بعنف من خلال المواقع، عايز اقول لك والله العظيم يا كابتن ايمن انه بيمسكوا الكبار دول، عايز اقول لك لوف ده اللي كسبان كاس العالم اتعادل ولا خسر مباراه في تصفيات اوروبا، مش عايز اقول لك الصحافه الالمانيه عملت فيه ايه، دي البوسكي اللي كسبان بطوله اوروبا وكسبان كاس عالم، مش عايز اقول لك المواقع والصحافه الاسبانيه عملت ايه لمجرد تعادل او خساره مباراه او كاس العالم اللي فات، مدرب البوسنه اللي صعد بيهم لاول مره لكاس العالم وعملوا مظاهرات خسر الماتش اللي فات من اسرائيل 3-0 بره، تشال ما عندهمش مشكله، كواسي ابيا مدرب منتخب غانا اللي صعد بيهم لكاس العالم بعد الفوز التاريخي على مصر بالسداسيه اتشال، يعني
ده عادي جدا هناك يعني. الدنيا عاديه يا كابتن. انا مش انا بقول لك يا كابتن انا يعني انا قعدت الواحد بيقعد يعني ايه يتابع عشان يعرف ايه يعني الناس بتفكر في ايه. لا انا ما كنتش مصدق كميه الصراحات من كل الناس. يعني انت لو ده يعني الوقت ده اللي انت يعني بذلت فيه مجهود ان انت ترد وان انت كنت بذلته ان انت تفكر هتعمل ايه في الماتش، هتحل ازاي المشاكل اللي عندك، هتحل ازاي سوء الاداء بتاع اللعيبه الجماعي والفردي. انت حتى المباراه اللي فاتت لا بتلعب فرد كويس يعني ما تقدرش تطلع واحد في المباراه نجم، يعني ما تقدرش تقول واحد يعني كويس، يعني حتى الكويس ناقصه 3 4 حتت صحيح. يعني طب جماعي ناقص 5 6 حتت. فانت ما فيش يعني انت ما تقدرش تقول لا، يعني ما تقدرش تقول ان المنتخب لا قوي يقدر يكسب. احنا بقى يعني هنستنى بقى انت بختك او بخيت وانت ونصيبك. وان في حاجه واضحه يعني انت لما تيجي تدور على المنتخب يعني كل المنتخبات احنا بنقعد نقول منتخب السنغال في ماني كويس، فخر الدين بن يوسف في فرقه تو. انت لما تيجي تقيم منتخب مصر تقدر تقول ان هو قوي من ناحيه اليمين؟ يعني مثلا لما يجي في منتخب لا عندك اسماء لكن من غير واقع اداء بس هو يعني هو محمد صلاح وليد سليمان لكن واقع ادائهم لحد دلوقتي محدود. اسمحولي اقول اللي تاهله يعني لانه خلاص الرؤيه بنت يا كابتن ايمن يا كابتن خالد خلاص فرقة بقى. 13 فرقه باستثناء فرقتين احسن ثالث لسه ما ظهرش، والمجموعه الاولى اللي احنا بنتابع مباراه الكونغو اللي افضل بكتير الشوط الثاني ومتعادله خارج ملعبها مع السودان بدون اهداف. جنوب افريقيا متاهله ب 11 نقطه يليها نيجيريا والكونغو بسبع نقاط. نيجيريا خسرانه على ملعبها من جنوب افريقيا 1-0 بعد مرور 6 دقائق من الشوط الثاني. الهزيمه دي وتعادل الكونغو بس مع السودان يصعد الكونغو ونيجيريا تبقى بره الحدوته لانه في فريق في الانتظار في احسن ثالث. المجموعه الثانيه الجزائر تاهلت ب 15 نقطه تليها مالي ب 9 نقاط، ملاوي طلعت في المركز الثالث ب7 نقاط، اثيوبيا في المركز الرابع ب4 نقاط. المجموعه اللي بعد كده المجموعه سي او المجموعه الثالثه بوركينا فاسو ب10 نقاط والجابون ب9 نقاط، تليها انجولا ب5 نقاط وريسوتو في المركز الاخير بنقطتين. زي ما قلت المتاهلين بوركينا والجابون الجزائر ومالي جنوب افريقيا ولسه الفريق الثاني اللي غالبا هيكون الكونغو وبافتكره. نروح على المجموعه الرابعه الكاميرون تاهلت ب 14 نقطه تليها ساحل العاج ب10 نقاط وتنتظر جمهوريه الكونغو الديمقراطيه ب9 نقاط تنتظر مباراه مصر مع تونس. خلاص يعني الكونغو دلوقتي بعد التعادل اللي موجود قدامنا ده هي تنتظر مباراه مصر مع تونس. غانا تاهلت ب 11 نقطه في الصداره، غينيا ب 10 نقاط في المركز الثاني، اوغندا في المركز الثالث ب7 نقاط. خلاص اصبحت القصه محسومه. توجو في المركز الاخير ب6 نقاط. دي المجموعه الخامسه. المجموعه السادسه جزر الراس الاخضر نيجيريا مغلوبه 2-0. اوبا خلاص كده نيجيريا بره انتهت. أوبا. خلاص الموضوع انتهى. الفرقه دي كده لو حافظت على التعادل ده خلاص كده احنا ما قدمناش غير ان احنا نكسب تونس 2-0 عشان نوصل عشان تبقوا عارفين. غانا 11 نقطه، غينيا 10 نقاط دول تاهلوا، اوغندا 7 نقاط خرجت، وتوجو 6 نقاط خرجت. جزر الراس الاخضر 12 نقطه، زامبيا دي المجموعه السادسه ب 11 نقطه تاهلوا، موزمبيق 6 والنيجر 3. مجموعتنا تونس 11 نقطه تاهلت، السنغال 10 نقاط تاهلت، مصر 6 نقاط عندها فرصه الفوز. خلاص انا بقول لكم نهائيا عشان كل الناس كانت انظارها متجهه الى مباراه غانا و عفوا الكونغو والسودان اللي قدامنا، وكله كان متجاهد نيجيريا وجنوب افريقيا. وجنوب افريقيا يا كابتن ايمن دائما وابدا نموذج للعب النظيف، جنوب افريقيا نموذج للعب النظيف، والسودان نموذج للعب النظيف، وتونس نموذج للعب النظيف. اقول لكم بس الدنيا ماشيه ازاي. جنوب افريقيا لا دي التصفيات كلها بالكامل هجيبها لك. المباريات المستمره دلوقتي شكلها عامله ازاي بالنسبه احنا اعتقد اهتمامات الناس عايزه تسالك دلوقتي يا شوبير. فاضل لنا مين معانا في المنافسه؟ خلاص الكونغو. الكونغو اللي كسبت الكونغو الديمقراطيه اللي كسبت 3-0 خلاص 3-1 اسف كسبت 3-1 وبالتالي هي دي الوحيده لا اللي فاضل لنا ولا فاضل لناش. انت تكسب 2-0 توصل النهائيات نقدر ولا ما نقدرش؟ ده سؤال يا كابتن خالد. طبعا يا كابتن دي جمهوريه الكونغو يعني بص جات لك 3 فرص يعني خسرت اول مباراتين
وبعدين جالك ربنا بعت لك بتسوانا في النص كده تكسبه ماتشين تحييك شويه وترجعك تاني. جات لك فرصه في مصر السنغال رحت مضيعها ومضيعها كمان بقلق. يعني انت كونك ان انت خسرت ده قصه، كونك ان انت بقى مش عارف تروح الجون ده قصه ثانيه، كونك اللي انت جوه الملعب وحش قصه ثالثه. وانا سالتك هيروغليفي ولا مصري؟ ما احنا عايزين انا مصري. قلت لك سؤال واضح وصريح ليك والكابتن ايمن يونس، الان اصبحت الصوره واضحه، احنا صحيح. كنا مرعوبين ان الكونغو تكسب السودان تبقى 10 ونيجيريا تكسب جنوب افريقيا تبقى 10، احنا يبقى بنهزر خلاص ما عندناش امل. صحيح. دلوقتي خلاص القصه انتهت، نيجيريا بره البطوله الافريقيه، كل سنه وانت طيب. والكونغو كسب سريلانكا 3، احنا لازم نكسب 2-0 عشان نصعد. نقدر ولا ما انا نقدرش. بتفق معك ومع أيوة. كابتن ايمن في حته واحده ان المنتخب التونسي مش بهو القوه حلو قوي، يبقى نقدر جدا نقدر يبقى نقدر نقدر يا كابتن محمد. تمام بص يا كابتن نقدر يسوي كان نعم لا عايز اقول لك حاجه يا بيبو، احنا لعبنا يا شوبير اهم ماتشات في المجموعه دي، مع اتنين مع السنغال واحده مع تونس السابقه، كنا وحشين قوي. تمام مش هيبقى مش من كده، هنبقى وحشين كده على طول. يعني مفيش ماتش اللعيبه هتتفوق على نفسها، مفيش ماتش غريب يعني، واحنا برضو عارفين ان هو يعني تربيه منتخبات هيتفوق على نفسه. هل يعني اذا لو تفوق على نفسه النهارده والفرقه تفوقت على نفسها ممكن نتاهل؟ طبعا ودي كورة، انت لعيب كورة وبيبو لعيب كورة، احنا تربينا كورة حققنا دايما اعجازات جوه الملعب. نعم. هي اعجازات. خلي بالك. نعم. يعني هي مش مستحيل، هي معجزات. او معجزات. يعني ليه بس انا عايز اوصل ليه ان احنا وحشين صح. ففي الوقت ده لو قدرت تكسب 2-0 انا اعتقد ده هيبقى انجاز باعجاز بضاعة 90 عارف مليون. عارف ان استراليون كانت كسبانة 1-0 كمان. والله ولحد الدقيقة الاخيرة 2-1، يعني اي مكسب ليك يوصلك. جابوا جون في الدقيقة 90. هو ده اللي قلقني بس ان توقيت الجون يخض شويه. ما كابتن احنا بقى طب احنا هنقعد يعني ما ينفعش ان احنا نلعب ماتش ولا اربع ماتشات، عايزين كل الناس تغلب احنا نكسب. الدوره دي كعاده بقيه الدورات اللي بقى لنا بنلعبهم ثلاث دورات قاعدين نحسب الحسبه دي. مفيش مره قاعدين بنتكلم في حاجه ثانيه غير الحسبه. يعني انا متهيألي ان احنا بقينا حافظين القوانين بتاعت الكاس. بس احمد جلال منه اللي لازم ان احمد جلال قال لي عمري ما حسبناها وصعدنا. فقلت له خليها تخلف معانا المره دي، بس رايي مش هيتغير على فكره. يعني حتى لو تأهلنا اذا ربنا حصل يعني المعجزه حصلت وتاهلنا برضو نبقى احسن ثالث وشكلنا سيء وخسرين مباراتين على ملعبنا، فرايي انا مش هيتغير عشان حضراتكم تبقوا عارفين يعني. ولا رايي هو عندك يعني. عندك نعم. خسائر ابراهيم صلاح اتعور وكان طبعا. يعني احسن الولاد اللي موجودين في الفتره الاخيره. حازم امام كان بيعمل جانب البدلاء لان انت حصلت تغييرات في اربع لعيبه ظهروا جديد. انت لو جيت تقيمه من على المستوى الفردي عصام الحضري وانا عارف ان انت كنت من انصار ليه نغامر بالشناوي ما عندي الحضري يقدر يحلل مش عايز مع ان انا من انصار ان الشناوي يبقى حارس مرمى منتخب مصر وان شريف يبقى حارس مرمى منتخب مصر وان الحضري كفايه، لكن الضرورات تبيح المحظورات وكان لابد تاني اقول المره واحد عمل عمليه والتاني نعم. جاي لك من اصابه نعم. مش مفهومه. ده بقول لك ده النهارده بقول لك في شرخ في الشظيه كمان، ده مشكله كبيره ده خلي بالك دي نعم. اصابه جديده في الماتش دي مش القديمه يعني علشان برضو الناس قعدت تقول ازاي شوقي والجهاز الطبي وبتاع مش عايزين نظلم الناس دي ده هي اصابه وهو طالع وهو بينزل مشت رجله لف فحصل له شرخ، في دي ما فيهاش ولا الدكتور طارق سليمان ولا شوقي غريب دي اصابه ثانيه خالص. طيب هل عصام الحضري قادر النهارده ان هو يؤدي دوره بالشكل الامثل؟ اعتقد اختبار كبير قوي للحضري. صحيح. يعني مهم قوي ان انت تستغل الاسماء اللي هي التاريخيه بتاعتك زي الحضري، لكن هل الاختبار بتاع الحضري بوجوده في حراسه المرمى هيطفي شيء من القوه للمنتخب المصري الدفاعي؟ جون الكونغو تسديده من 40 ياردة تسكن على يمين الحارس السوداني، جون غريب جدا بصراحه لازم اكون واضح. ما يلقناش. يعني لا لا اذا بقى نيجيريا عملت لنا معجزه وكسبت 3-2 ما اعتقدش صعبه، بس صعب. الهدف ده غريب قوي يا كابتن ايمن، يعني كرة بالظبط من بره ال 18 بحوالي 20 يارده، حوالي 38 يارده المسافه كلها، وتسديده سهله على يمين الحارس جدا، اتحرك خطوتين يمسكها او يصدها، هو حتى ما اتحركش انه يجيبها وهي جايه من الشبكه، تسديده حلوه شكلها حلو بجوار القائم اليمين في الجنب اليمين من الشبكه، لكنها المسافه بتاعتها بتخلي الحارس يتحرك وتروح يحطها ضربه ركنيه، لكنه الان الكونغو 10 نقاط. انا بس التوقيت مش طالع قدامي. نيجيريا 7. نيجيريا بره، نيجيريا لحد دلوقتي بره. 2-7 يعني لحد ما انا بكلمك. مش عايزين بس الجماهير السودانيه ما فيهاش مشكله. يعني نيجيريا لازم تسجل هدف ثلاث اهداف في شباك المنتخب الجنوب افريقي. هو فاضل يعني كده نيجيريا هو الاخطر واحد علينا.
لا نيجيريا بره خلاص. لا ما نيجيريا النتيجه بتاعت لسه ما خلصتش الماتش. لو كسب ثلاثه لو جاب ثلاثه ده لو كسب يعني ثلاثه بونت الاثنين دول بقى مع 10 بونت خلاص احنا يبقى احنا اول بنهزر النهارده بالظبط كده بالظبط يعني كده. هو اخطر مباراه شغاله دلوقتي كده. انا قلت للناس ما تتابعوش الكونغو والسودان بس، لازم تتابعوا نيجيريا جنوب افريقيا وضد جنوب افريقيا حقها. قلت كده لكن عايز اتفق معاك ان اخطر مباراه دلوقتي موجوده نيجيريا وجنوب افريقيا. احب احاول لك اجيب لك نيجيريا. انا مش عايز ان ممكن يجي فيها جوان. انت عارف احنا اليومين دول الله العظيم ده على رأي عدري ده انا غلبان غلب. انا بتكلم بحس الشعب المصري ده احنا غلبة غلب يا جماعة. احترنا وتعبنا. تعرف احنا لو كنا تعادلنا بس مع تونس هنا كان الوضع كله طاير. صحيح يعني تعادلت هيقلوا نقطتين هيقلوا نقطتين والدنيا تتغير موقف المجموعة. انا ما اعتقدش ان التعادل كان هيتغير. يعني التعادل خلاص انت التعادل وكان لازم تكسب السنغال. خلينا ما نبصش لورا خلينا في اللي قدامنا. انت سألت سؤال حلو، نقدر ولا ما نقدرش؟ قلنا بس نقدر. قبل ما تجاوبني شريف عبد القادر بعت لي بيقول لي الفرصه لسه موجوده لو نيجيريا اتغلبت. ما احنا بنهاتي من ايه من الصبح يا عم شريف؟ وانت عملت بعت لي رسائل اي كلام؟ ما احنا عاملين نقول الكلام ده. وبعدين امبارح اقول له عم نفرض حصل اللي ما نفرضش، خلينا اقول له دلوقتي بيقول لي ممكن تحصل. اتفضل يا ايمن. اعتقد التقييم الفردي احنا دخلنا التقييم الفردي عشان كلمة نقدر. عصام الحضري اداؤه في الدوري المصري وهو كلاعب له خبراته اعتقد يديك مصدر ثقة مقبول تماما في المباراة في احتياج ليه، وهو عارف ان هو جاي للاحتياج ده بالتركيز ده. صحيح. اعتقد المحمدي هيلعب على ملعب شبيه بالملعب الاوروبية عشان بس ما نقولش نجيل صناعي وما نقولش الارض وحشة والكلام ده كله. هو متألق مع هال سيتي نجم. ده صحيح. فاتمنى ان هو يستعيد شيء من بريقه. هال سيتي بس في اسوأ حالاته مهدد بعنف بالهبوط. ماشي بس بس المحمدي انا بنتكلم على شخصيته في السنتين ثلاثة طبعا مش عايز الكلام بشكل مميز. اعتقد علي جبر ومحمد نجيب انا اعتقد بالنسبة لي الاثنين غير مقنعين بيا في المنطقه دي. الاثنين نفس القطعيه نفس الطريقه نفس الاسلوب نفس الستايل. يعني ما فيش واحد قوي وسريع وواحد طويل وهجام. يعني انا ده بيقلقني ان سهل قوي التعامل معاهم، وان كان الاثنين عندهم الخبرات اللي يقدروا يمشوا الكره مع بعض. كده المنتخب الكونغولي يعني الانفراد تام قلب الماتش ولو وقع كان خدها بنالتي ما وقعش فضل انه يكمل وشاطها غريبه قوي جت في العارضه وطلعت بره والرجوع بتاعها الجامد ده. نيجي عند صبري رحيل وهو علامه استفهام. الولد ده واخد كل حاجة ومميز ورقيا لكن فعليا في المباراة ما يعني كله اتكلم عنه كويس وانا واحد باللي بنشيد بيه لكن فعليا ما لقيناش من صبر الرحيل اي اداء مقنع او اداء مقبول ان يقدر يعني يؤدي بيه. الماتش اللي فات السنغال اضعف جبهة كانت الجبهة اليمين يا شوبير ولا اوفر مقنع، حتى الاوفرات اللي بيطلعها كلها مقطوعة من الزاوية القريبة او من عند اول مدافع. يعني حتى بيبو ما بتعديش من فوق المدافع توصل لواحد تاني. صحيح. يعني الاوفر الوحيد اللي عدى واحد او اتنين من السنغال هو الاوفر اللي عمله حازم امام اللي ضيعها عرفة السيد وفي اخر الماتش وفي اخر الماتش. لكن صبري رحيل جات له 7-8 فرص. فانا اعتقد صبري رحيل كمان عنده مباراه خاصه مع نفسه. يعني اللعيبه مش بس عندها مباراه ضد تونس وضد التاريخ والمنتخب مصر، لا في لعيبه عندها مباريات فرديه. صحيح. شخصيه مع نفسهم لازم يثبتوا فيهم ان هم. اوعى تقول لي نيجيريا جابت جول. لا اصل شريف عبد القادر عمال يبعت لي رسائل وعمرو عبد الحق عمال يقول لي جامايكا مش عارف يعني ايه جامايكا عمرو عبد الحق الدكتور عمرو عبد الحق جامايكا يعني بتحلمه هو بيقول لك جامايكا يقول لك العفاريت وصل عفاريت بس جينا عند صبري رحيل شوبير يا بيبو والولد ده لازم بيتحدى نفسه مش بس بيلعب لمنتخب مصر. صحيح. الولد ما قداش خالص المباراه السابقه فعنده تحدي. تيجي منطقه نص الملعب وهي مصدر الرعب ومصدر سوء الاداء في كل الماتشات اللي فاتت باستثناء ماتشين بوتسوانا اللي هم كانوا مستسلمين تماما في نص الملعب. هل الانسجام ده وده لاول مره الثلاثه دول يلعبوا مع بعض يعني غالي وفتحي والنني الثلاثه دول اول مره يلعبوا مع بعض هل هيقدروا تتنوع ادوارهم ما بين مدافع ومهاجم؟ هل هتتنوع ادوارهم ما بين الضغط على الخصم؟ هل هتتنوع ادوارهم ما بين ان هم يقدروا يعملوا نزول دفاعي ويقدروا يدعموا الدفاع بشكل كويس ولا هتبقى فوضى؟ برضه خلينا اسمع للساده المشاهدين اقول لهم الصوره اللي قدامي. منتخب مصر هو في ملعب مصطفى بن جنات في مدينه المنستير في تونس الشقيقه وهو بيجري الاحماء بقياده كابتن كمال عبد الخالق. الصورة قدام حضراتكم على الشاشة ممكن تتابعوها في وجود الجهاز الفني والجهاز الإداري وعلى الجانب الآخر أيضا المنتخب التونسي وحارس
مرمى ايمن البلبولي وهو بيجري اجراءات انقذ في ماتش بتسوانا وانقذ انقاذ في ماتش السنغال. ولد مميز قوي وعنده تركيز كويس طويل قوي جسمه عادي لكنه وعنده اخطاء كتيره لكن عنده تركيز في بعض غلطته بالقبر يعني غلطته بيطلع تونس على طول من البطولات اللي يعني عامل شغل زي الفل لكنه غلطته الأب. هو ما انش لو انا كابتن ايمن الكرات السفره دي تتغير بقى نشوف دي اسوأ كره في التاريخ كره وحشه قوي كابتن ايمن شفت كره كل شويه اقول يا جماعه الكره دي اسوأ كره في التاريخ اسوأ كره بجد مختلفه تماما عن الاديداس الجديده. طيب كمل خلينا احنا بس بنتكلم على منطقه نص الملعب بنتكلم على حسام غالي. حسام غالي اداؤه في النادي الاهلي في الماتش الاخير او الماتشين الاخرين كان مميز مش كويس بس بيلعب من وان تاتش بينقل على طول بشكل ايجابي الكره في نص ملعب الخصم بس كان عنده حاله انسجام هو في النادي الاهلي. هل حاله الانسجام دي هتتوافق مع احمد فتحي؟ يعني انا شايف ان احمد فتحي مع احمد فتحي بيتوافق هو بيحب يتوافق مع احمد فتحي لان احمد فتحي بيريحهم دفاعيا وهو الولد مش متهور احمد فتحي مش متهور سجلت الهدف الثاني مين الكونغو الكونغو سجلت الهدف الثاني حسب ما مكتوب عندي يا ريت تجيب لنا الصوره يا جماعه عشان نشوفها الكونغو سجلت الهدف الثاني 10 دقايق كده شوف هتوترنا ليه سيبنا 10 دقايق لا مش مضطرك لانه التانيين مغلوبين 2-0 خلاص نيجيريا بره انا مش عايز اسمع نيجيريا وجنوب افريقيا دي لا لا خلاص نيجيريا بره خلاص نيجيريا الدقيقه 67 مغلوبه 2-0 ما تطخش تجيب 3 جوان يعني ان شاء الله ان شاء الله. نيجي على النني النني كان علامه استفهام كبيره في الماتش اللي فات صحيح استقباله للكرة دايما كان بظهره للسنغال فدايما كان مسبب مشاكل في تحويل الكرة للناحية الهجومية. انت عايزني اختصر حاجة في لا 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 انني استقباله للكرة كان دايما وحش ظهره دايما للسنغال فكان بيلف كتير قوي عشان يشوف الملعب فمعرفش يطلع كرة بشكل ايجابي معرفش حتى يعمل حالة الانسجام اللي دايما بيعملها بيشوف محمد صلاح بيتحرك ازاي ويحط له كرة في مساحة اللي هو مميز دايما بيدي لمحمد صلاح الكرة دي وحتى جاب منهم جون في بتسوانا عملوها مع بعض معلش خليني اقول حاجة بتابع تسخير المنتخب التونسي في مش ثقه يعني ايه انا اعلى من الثقه شويه يعني غرور يعني ايه بس هي ممكن تكون حاجه كويسه بالنسبه لهم يعني بيسخن بالكعب بياخد الكره بينطق مرتاح مرتاح يا شبير ما احنا لما تبقى الكون هو جابت الثاني خلاص قلت انا 2-0 في دقيقه 63 نعم بيبقى مرتاح نعم على العكس بص وشوش المصريين الجديه والتعبير والتوتر ده حتى العين ما بتتفتحش علشان من كتر ما انا مش عايز اشوف حاجه غير ان انا بسخن ازاي يا ربنا يوفقهم يا رب ربنا يفتح على الولاد دي دعاكم يا مصريين بجد دعاكم يا مصريين ان احنا كرياضيين محتاجين قوي نكسب النهارده 2-0 بجد يعني وانا بندر اهو كمان حاجه من عندي كده هعملها يا رب يكسبوا يا والله كلنا محتاجين والله العظيم والله العظيم والله كلنا محتاجين والله والله العظيم يا شباب محتاجين نكسب محتاجين نفرح طب خلينا محتاجين فاصل وقفنا عند النني قبل الفاصل اتفضل طب يلا في النني كمان انا مذهول من طريقه استقباله للكوره وطريقه تسليمه للكوره كانت في اوحش وادنى درجاتها في المباراه السابقه وسبب لنا مشاكل كتيره ان انت ما بقتش قادر تتحرك في نص ملعب السنغال كان منطقه معدومه الحركه وكان عمل لنا احباط اعتقد التبادل المركزي اللي بيعمله وليد وسليمان ومحمد صلاح سلبي جدا يعني اتمنى ان شوقي غريب يشوف انه سلبي جدا كل شويه حركهم ده يمين وده شمال او يجيب وليد تحت هيجيبه تحت خالد قمر اتمنى يتم توظيفهم بشكل واضح وصريح لان جزء من مشكلتك المباراه اللي فاتت بتاعه السنغال توظيف واحد زي تريزيجيه رحت موظفه ناحيه الشمال عشان يمسك نمره 5 قلب بتاع السنغال اللي هو هاف ديفندر فضيعت تريزيجيه من الملعب والولد بقى منظر وحش مش عيب تريزيجيه لكن عيب التوظيف بتاعه تسجل الهدف الاول في الدقيقه 70 تصبح النتيجه 2-1 هتقدر تجيب جونين في ثلث ساعه يا شوبير اسكت بقى يا شوبير هتنبر فيها ليه روح فاصل يا عم عظيمه وقفنا عند نني مش هنخلص من نني روح لفاصل يا عظيمه يلا تشهد بطولة الدوري السويسري صراعا شرسا على القمة بين بازل المتصدر برصيد 32 نقطة والذي يضم النجمين المصريين محمد النني وأحمد حمودي وملاحقه زيوريخ صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين والذي ينشط به النجمين التونسيين ياسين شيخاوي ومحمد أمين الشرميطي صراع النجوم الأربعة يتجدد اليوم في مدينة المنستيرة السياحية الجميلة في لقاء منتخب تونس ونظيره المصري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها غينيا الاستوائية بداية العام القادم ولا أن ياسين الشيخاوي يمثل أحد أهم أوراق زيوريخ وهدافه الأول خاوي
1-0 für die Zürcher nach 48 Minuten. Symptomatisch, dass Schichaui den ersten Treffer erzielt. FCZ-Captain ist der auffälligste Spieler auf dem ومحمد النني قائد وسط بازل. انصدام بين النجمين يأخذ منحنى جديد اليوم على أرض ملعب مصطفى بن جنات من أجل صنع الفارق وقيادة زملائهما للانتصار. بعد أن سبق لكلا النجمين أن سجل هدف وحيد في هذه التصفيات عندما رجح الشيخاوي كفة نسور قرطاج في المواجهة الأولى أمام بوتسوانا على ملعب لقاء اليوم، وتمكن النني من فتح الطريق أمام أول فوز للفراعنة في مواجهة نفس المنتخب في الجولة الثالثة في جابوروني. مع هذين النجمين يضم كلا المنتخبين العديد من الأوراق الهامة القادرة على تنفيذ خطط وأفكار المدربين على أرض الميدان، فأصحاب الأرض يعتمدون على مهارة فخر الدين بن يوسف صاحب هدف لقاء القاهرة، ومعه العائد من الإيقاف وهب الخزري نجم بوردو الفرنسي وصاحب أول هدف لتونس في هذه التصفيات، بالإضافة لنجوم الوسط حسين الراقد وبلال المحسني واستيفان الناظر وجمال السايحي والحارس أيمن المتلوتي. أما الضيوف فلديهم الحارس الكبير عصام الحضري العائد للدفاع عن عرين بلاده بعد طول غياب، ومعه القائد أحمد فتحي وأحمد المحمدي وحسام غالي وعماد متعب والنجم الموهوب محمد صلاح هداف مصر في هذه التصفيات.